مهرجانات، كيفاش ريت المهرجانات الساعه قبل كل شيء السنه بالتأجيلات بالإلغاءات بالوضعية العامة الكل؟ صابرين مصباح الحمد لله أنا تعدينيش مازال في الهفتة قريب نوفي وتو تعدى سيبوم لاباس لاباس تعديت وكاو قول انت حلو ومر ويتعدى العمر هذاك كيما حال البلاد كيما حال المهرجانات كيما حال الكورة كيما حال كل شيء اي ما انت هو احنا نستناو ديما الصيف وباش نفرحوا باش نمشيو ونحضروا السهرات فنانين نحبوهم اي احنا زيد نستناو الصيف باش نخدموا باش نعملوا مهرجانات وباش نقابلوا جمهورنا وباش نقدموا مزيكتنا خاصة بعد الكورونا عامين كاملين كورونا بعد كورونا تخنقنا احنا عادينا عامين صاروا واحد فنان معناتها عامين ما يغنيش ولا ما يطلعش على الركح ولا على المسرح دونك حاجة تقلق برشا جوستومون باهي دونك 20 اوت في توزر مهرجان توزر الدولي في دورته 37 ان شاء الله فما حاجه سبيسيال محضرها في توزر والا اللي موجود و كالعاده كالعاده كل بلاصه باش نمشيو لها نعملوا لها اغنيه نحاولوا نعملوا اغنيه سبيسيال للبلاصه هذيك ان شاء الله ربي يوفقنا ونكملوا الاغنيه نتاع توزر باش نحكيو اكثر على توزر وعلى البروشينمون كيفاش كان حمامات في سهره 16 جويليا كيفاش كانت شنو الحكايات اللي قعدوا في البال من السهره نتاع حمامات خصوصا اول مره على مسرح كيما مسرح حمامات في دورته 56 هي ثاني مره في حمامات عملت 2016 كيفاش كان اكثر حاجه تقعد لي هي الحضور الجمهور والبرفورمانس اللي عملناها كانت نظيفة برشا مع تفرفمونس نظيفة وجمهور محليه مع تراقي عرشة برشا 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 اورغانيزاسيون زادة كانت باهية جلوبال مو فرحان تحكي برشا على السهرية إيجابيا حاجة تفرحك ولا عادي صبري والله حاجة تفرحني وحاجة تقلقني زاد من ناحية على خاطر مازلوش تتيح على ليس عندي أربع سنين نعم في بيرفورمانس باهين وعندي أربع سنين نعم بريسك هذاك هو الانيرجي اللي فما سيغ سين معناتها كان فاقوا بها توا ما عندي منقول تعتبر انه فاقوا بها توا حبوا يفيقوا بها توا ولا مازالوا ما فاقوش ولا توا يفيقوا بورتو معناتها الاغاني ما نسيت وبرشا اغاني وليدي وبرشا حاجات معناها من الاغاني اللي نجحت برشا مع صبري معناها اي غاني لا كونفيرماسيون معناتها مش هنا والله لا كونفيرماسيون شوف لي زورغانيزاتور وشوف لي لاهين اللي نسقوا في الامور هذيا هما اللي مازالوا حاطين احنا دي زارتيست صغار ولا شبان ولا راسي شاب يعني توصي تشوف فما شي برشا شي برشا شي مازلت محسوب على الصغار ومازلت محسوب والله تبارك الله وعمل بيرفورمانس باهيه وما زلت يزمك تنيغوسي الكاشي وتلحلح وبربي وعايشك شكون اللي مساهم في الـ في الـ في الموضوع هذا ولا في الـ في الـ في العقليه خاطر كلها عقليه معناتها اليوم كي نقولوا راهو فنانين معناتها فما جينيراسيونات برشا جات وبرشا معناتها قاعده تقدم في اضافه ديما محسوبين على الشبان معناتها اليوم كيما قلت فما واحد شاب راسه مازال محسوب على الشيبان علي عقلية روتانا هي توا نعانيو فيها ما كل عام خويا أنا التوا فيها ذيكا واللي جاك من البرة ذيكا هو محليه واللي جاي من البرة نبدأ هكا وبعد السيفلين بشي يتعدى والشوفر وهذيكا وفهمت حتى كان هو يكون فارغ أصلا مع تختيستيك ما حكاية فارغة وما يعبيش وما يعملش تار اللي يعملوا التونسي سيخسين أما ما لغزمه احنا نقعدوا هذيكا نغزروا اللي جانا من البرة حاجة بها ياسر صبري مصباح معناتها اليوم كصبري مصباح كفنان كتقدم في عروض في موجود في 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 سهرات خاصه في الشتاء وفي برشا بلايس معناتها اليوم تعتبر روحك مغيب معناتها في فترات في حاجات محظوظ ما نسميش مغايب كان مغايب راني مغايب روحي الاكثر هي خاطر انا ما نحبش ندخل برشا في الدعازق نتاعهم اليوم سينو هذاك هو مسنس بها بلادي مليانة صغير ونجرت عليا مليانة صغير ونسمع في الحكاية هذي ما تانا مجيني شغلة حكاية غريبة فهمت مليانة صغير هذاك هو الحكاية وذاك هو السوجي ديسكوشيون اي معناتها اليوم معناتها تبارك الله معناها كي نحكيو معناها
ايه يلا سيرين عندك ما نقول بالحق معناها على خاطر بالحق معناها نتاسف انا بيرسونيل مو مثلا نتاسف على على برشا دي جون معناتها ما عادش دي جون معناها وديما نقعدوا ديما الفنان معناتها ديما محسوبين على لي جون بورتو معناتها قدموا في موسيقى مزيانه على الاخر. نحكيو على العودة بعد العامين كنا نحكيو غياب عامين علاش غنية واحدة صبري وحنا تعودنا بيك انه يكون فما برشا انتاج هل انه معناها باش يكون فما سويت معناتها للغنية دلوني والا بشوية بشوية كما نقولوا نحنا واحدة واحدة فما سويت فما يعني ياسي اللي كتبها عبدو سعداوي اللي هي حاضرة نستناو كان باش نصوروها ان شاء الله هي جو اخر موندو اخر دخلت له في الكومبوزيسيون في الارانجمون بعيد على ستيل اللي عرفناه مع صبري ولا بعيد. مش ديما تقعد روح صبري ديما في هذيك في القويله وانا ما نجمش نبدل ما نجمش نحي من روحي اما ميوزيكالمون ارانجمون ميوزيكال اخر واسبري اخر كنت باش تغني في حمامات ولا غنيناها في حمامات اول مره غنيت في حمامات غنيت في حمامات ما نعرفش كان عجبت الجمهور ولا ليه خاطر الحق نبداو لاهين في ال... في ال... مركز في التاكل دونك ما نجمش تفيق ان شاء الله باش نعاودوا نغنيوها ان شاء الله لو 19 ولو 20 ان شاء الله في توزر ان شاء الله صبري مصباح من الفنانين اللي عنده ستيل معناتها ستيل نتاعو ما فماش برشا يشبهولك والا ما فما حد يشبه صبري مصباح معناتها هذا هذه نقطه قوه أو ما نعرفش نقطة قوة نقطة ضعف ما نعرفش نقطة قوة بالكش خاطر ما تشبر حتى حد تعمل في حاجة وانت بركة تعمل فيها معناتها أوترومون سؤالي إذا كان كنت كيما الناس الكل كنت كون محظوظ أكثر راني جاوي باهي تو راني ما نحكي لكش في الحكاية هذيك اللي حكيت لك قبيل ما تخاف من الكونكورنس ما تحبش تكون فما منافسين ولا منافسه مع حد يلعب نفس الستيل الموسيقى اللي نعمل فيها كيما انا نشوفها كيما انا نتخيلها كيما نتصورها كيما نحسها ومن بعد كيفاش تجي هي باش تجي ما نخممش برشا معناها في ستيل ولا باش نقعد حاسس روحي في حاجه معينه كان جيت ترجع لاغنيتي فما حتى اغنيه شبه الاخت صحيح معناتها بدلت في حاجات معناتها شفناك في كونسيبت جيتار وفازات ومن بعديك بدلت جمله مشيت للتونسي كومبليتمون معناتها اليوم وين مشات بك ال 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 الحاجه اللي مشات اكثر في اللي عملته الكل اكثر اغنيه مشيت معناها ولا منسيت على خف حتى الفيرسيون معناتها الجيتار مشات اكثر من الفيرسيون البوم منسيت راهي جات هكاك ولا قراهي لي عبدو سعداوي جات ما تقولش على عبد واش لي في وذني تك بالوقت ما نجمش فسر لك كيفاش معناها فهمت ما اون بليس وقتها كنت بعيد على تونس مازلت كيف سافرت مازلت كيف تغربت كيما نقولوا فيها دونك جات بالاموسيون نتاعها وبعد الثوره وبعد برشا حاجات شنو يختلف بين الفنان المقيم في البلاد هذيا والفنان المقيم خارج حدود البلاد هذه اللي هي راحت البال راحت البال كهو شو معناها راحت البال ما نجمش ندخل معك في ديتاي اكثر من راحت البال تحط راسك على المخده ترقد فرحان جاوك باهي تخرج من الدار تسب لا تعيط لا هذا خارج تونس خارج تونس وفي تونس هاك عايش فيها انت عاد احكي لي ما نجموش نعمو كمان يعني فما وفما فما وفما ما حسب ماني قاعد نشوف انا الحق متاع ربي يعني الخايب ولا اكثر من البيه به نمشيو فاصل ونرجعوا ضيفنا صبري مصباح باش نحكيو اكثر على الموسيقى سورتو معناها نحب نحكي برشا على الموسيقى خاطر تختلف من اغنيه لاغنيه صبري مصباح راجعين بعد الفصل شمس مازلنا مكملين في مالا شانس حتى الخمسة بتاع العشية بحثي نديفنا صبري مصباح ومواصلين في الحوار قبل الفاصل كنا نحكيه على الاستقرار في فرنسا ما خممتش تعمل اغنيات باللغة الفرنسية بحكم استقرارك غديك وإلا انت من الناس اللي تحب تنتشر عالميا بلغة بلادك هذا هو ما فهمش عليش نغني بلغة أخرى
وانا عندي لغتي وعندي الكولتور نتاعي وعندي برشا حاجات باهيين معناها في ثقافتنا وفي في لغتنا. علاش ما يعني قطعت العهد على نفسي يعني كان باش نغني باش نغني كان باللغه التونسيه وكان باش نطلع قدام عباد معناها باش نغني كان باللغه التونسيه ما في الدار مع الاصحاب نجموا نغنيوا باللي نحبوا عليه. اما ليماج نحب نعطيها نغني كان باللغه التونسيه بالمقامات التونسيه بريتموات التونسيه بذاك خاطر غنايتنا قاعده فقيره شويه بافور شنو اللي داير بينا في العالم العربي. بورتون فما محاولات من فنانين زملاء معناها مشاو الموسيقات اخرى مع الموسيقى التونسيه دونك فما كومبوزيسيون جديده للموسيقى التونسيه كيما شكون اعطيني اكزامبل كيما بالتي مثلا كيما سورتو لي رابور معناتها فما حاجات فما انوفاسيون جديده في بعض الحاجات ولا لي رابور يغنيو ماهمش يغنيو تونسي برك برشا معناها نحكيو راهو مقاما وإيقاعا أرمستا مثلا عمل حاجات في التونسي ولا موسيقية ما نسمعش برشا أرمستا الحق ما نسمعش معناها ما نجمش نقول أما ما عنيش غنية تونسية غنية تونسية ضاربة 100% كما تقول غنية مصرية ضاربة 100% ولا غنية جزائرية ولا غنية مغربية الإشكال وين؟ الإشكال احنا ما عرفناش نسوقوا ثقافتنا ولا حاشمين بها ولا ما نعرفش هو واحد كي يحشم ثقافته معناتها مش باش يعرف يسوق معناتها نتصور مش حشمه انه ما عرفش طول سامحني قداش عندنا من ارتيست احنا من غير ذكران الاسامي قداش عندنا من ارتيست برشا في العالم العربي معروف اي مش برشا باهي واللي معروفين فاش يغنيو في حاجات مخلطه غناو تونسي وغناو حاجات مش يهم عرب في الباقي اعطيني التونسي قداش ماخذ بلاصه في الكارير نتاعو ولا في الموسيقى شوي نكاهو واضح باهي كان صبري مصباح في بلاست فنان عربي كبير كيفاش تكون التوجهات الموسيقيه نتاعو تونسي هاني قلت لك تونسي انا جاتني الاوبورتونيتي بصححت مع لابيل فرنساوي وانا شردت عليه كان باش يقبلني بصح ما راني باش نغني كان بالتونسي والالبوم خرج بالتونسي في فرنسا معناتها تنجم كيف تنجم تعمل ان كو دو بريسيون وتاخذ اللي تحب عليه زاد ابخي تو انت الارتيست وانت اللي باه صبري مصباح باش نقترح عليك انترفيو بغنيك يلا باه مش مني من شكون من عبد السعداوي ديما نقول هذا اي حاجه كان معناتها ما نعرفش الوضع اللي فيه الميدان الفني حسب تعبيرك من شكون او شكون المسؤول عليه ثقافه كامله هذا قبلي انا وقبلك انت وقبل احنا ملي تولدنا يعني ورثه ورثه احنا ملي تولدنا نعرفوا فما كلمه ديما نقولوها تونس تذوي على البراني مثلا ورثين هذا احنا شو الحل فما حل انه تتغير حاجات في الثقافه او في الموسيقى او في الفن اون جينيرال كل واحد يتحط في بلاصته كل كومبيتونس تحط في بلاصتها مخلطه تو مشكيه كل طول عمرك مشكيه هاي ما نسيت كان حاجه تحب تنساها صبري مصباح شنو تحب تنسى ما اللي جاتني في بالي ما نجمش نقولها لك في الراديو حاجه نحب نسيها حاجه نحب نسيها الوضع اللي عايشينه احنا توا اللي معناتها اقتصاديا وسياسيا وكل شيء روحي فنيا ولا فنيا اقتصاديا ربي معاهم فنيا ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله هوليدي اولادك شو تقول لهم ولدي هو عندي ولاد بركة نقول له ربي يعطيك الوقت الطيب وما تتمنى وإن شاء الله تعيش في دنيا باهية إن شاء الله خليه لهم دنيا باهية تحب يكون في المجال الفني نهار آخر؟ لا اللطف عليه علاش اللطف عليه؟ هاك أنت في المجال أنا فيه والله كان عندي باش مبدل وهاني زاد قاعد نخمم باش مبدل بالحق شو تبدل؟ باش نولي نعمل حاجة أخرى يعني معناتها كان يسمعك فنان اخر او فنان مازال كي بدا يقول صبري مصباح باللي خلط له يحب يبدل انا شنو نجم نعمل معناتها انت برمي لي ريفيرونس معناتها عند لي جون اللي مازالوا بادين بالكش اما تعبت من اللي نعمل فيه نحب نعمل حاجه اخرى تعبت معناها في اللي نعمل فيه لهنا تقعد تدور ان بوكله هيك فما حد شيء تتعب
ساروحك في وسط الماء وكيكا وتبقبق خويا وما تقدمش معايا. فما معناتها سايب روحك تقول نغرق ولا عند فنان اخر زون دو كونفور اللي تحكي فيه نحكي على روحي. اي بيان سور تحكي على روحك, لكن عند فنان اخر صبري يقول لك والله انا فنان معناتها اغانيه ناجحه مسموعه مطلوب في 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 برشا بلايص, دونك نجم نقعد نعاود روحي اليوم يبعثون معناها. مش هذاك الاوبجيكتيف, مش هذاك الاوبجيكتيف نتاعي, ومش الاوبجيكتيف نتاعي باش نعاود روحي ولا باش نقعد نعاود في اغنيات الغير ولا. تصور روحك انه يجي نهار تنجم تبعد على الفن, تنجم تعيش من غير فن؟ سي, وبديت في في البروسيدور صحيح باش نعمل حاجه اخرى بالحق, معناها باش تكون فورماسيون باتيسري وذوكم. شو معناها قررت؟ اي صحيح قرار ولا باش كامل اللي عندي و... شنو معناتها هذه اخر جوله في المهرجانات ليك والاصدارات هذه اخر الفنيه اخرها معناها بركات حتى لابيل فرنسا ياو فيه كل شيء. جمهورك جمهورك صبري جمهوري هاكا عنده يوتيوب تبارك الله, يسمعني في اليوتيوب اكثر من يسمعني في الدنيا. جاوهم بيه وخليت لهم كخليت لهم مسيد سيد لاسيد تصوري باش يقعدوا حتى بعدين معناها اخر دات في توزر ان شاء الله 20 اوت 20 اوت ان شاء الله. معناتها قرار اعتزال هذا اعتزال بون لانستون اعتزال, من بعد ما نعرفش بالكش نرجع تتحسن الوضعيه كيف يولي الفنان التونسي يجي بقدره كيف يولي الفنان التونسي ياخذ الكاشي اللي يستحقه كيما اللي يجي البراني يهزو بالدوفيز ويجي يعمل لك درا شنو هذاك ويمشي على روحه ولا يجيك نكره من بلاد اخرى ما يعرفوا حتى حد يولي الكراس لهنا يولي كل عام هنا عندنا مقون فهمت يهز فيهم بالدوفيز وحنا نبداو مطيشين نبداو نخسر ينقص لك في روتور ب 150 دينار ونقص لك ماهيش يظهر قلبك ما بي على حاجه. صبري قدمت في مهرجانات وما جاوبوكش ولا رفضوا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ما تولي ما تكفي نشوف انا لي اللي سامحني اللي في مطعم اللي تمشي تغني في مطعم يعطيوك دي كونديسيون خير من يعطيولك في مهرجان دولي هنا يعني فما مشكله كبيره برشا. فاجئتني الحق فاجئتني معناتها باش نحكيو في بالنا على 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 الاغاني القادمه وفما اغاني قادمه فما اغاني حتى اذا كان بعدت مثلا اللي يسمع الموسيقى باش نقعد نعملها في الدار معناتها باش تقعد الموسيقى باش نرجع نعملها بالكيف الروحي فهمت حتى وما عادش كيف وليت الموسيقى ولات ستريس في حياتك ستريس مسؤوليه ما تلقاش على قد اللي تعمل فيه ما تلقاش على قد تخدم فيه ما تلقاش على قد الجهد اللي قاعد تبذل فيه دونك زايد. الاستقرار باش يكون في تونس؟ لا في فرنسا اخويا في فرنسا مع العائله نتصور معناتها في فرنسا مع فورماسيون مع فورماسيون سي بون ولد قايد كانوا ليك الميل وسي بون تدخل مع فورماسيون جاوبي به معناتها باتيسري وفازات زي قررت قرار نهائي لا رجعه فيه حتى التمثيل ما نجمش نشوفوك مرة أخرى بعد كان ما كانش بالك التمثيل كان جات له معاك والله كان جات له اوبورتونيتي باش نمثل وباش يكون دور باش نعملوا أنا بالكدا خاطر هذاك هو لو تشالنج فهمت أنا مانيش ممثل ما عنديش فورماسيون تاع مسرح وكل شيء دونك إي كان المخرج كان عبد الحميد هكا ويحطك في الإطار ويعرف يخرج منك اللي يحبه هو وي بوكو با انا ما زلت متفاجئ معناها ولا بالحق بتفاجئ على الاخر بالموضوع موضوع انه معناتها مازال بكري صبري مازال بكري نعرف مازال بكري بالحق مازال بكري لا بالحق انا كيف بديت باش نعمل صحيح راسك شاب لكن مازال بكري مازال بكري ما نحبش نغلط غلطه اللي قبلي زاد تقعد استنى في مازال بكري في الاخر ما تحصل حتى شيء. انت قلتها مره قلت تسرعت في كاريري وما كارنيش جريت قصدت بها اللي تويكا تحكي فيه معناها وهي هذيك قصدت بها برشا حاجة عامين التالي قلتها جريت في كاريري اي جريت مع معناتها جيت هكا راهو دي جور لوندوما تلقى روحك في لي فيستيفال تلقى روحك مطلوب وكل شيء دونك تهرب بيك شوية الدنيا كنت نخير كان خممت شوية كان كنت بيان اونتوري خاطر زادا لازمك تكون بيان اونتوري في ما كنتش بيان اونتوري معناها ما تقدم لكش نصائح كيفاش باش تكون والله لا كل واحد من بعد كاش قايم بون نقول كنت نجم نعمل مخير كنت نجم نعمل مخير كنت نجم نتريث كنت نجم نحسبها اصح. شو من الحاجات اللي ما حسيتهم وقتها ما مشاوش ولا فاش وقتها ما تحسش بابا ما تحسش عندك عامين ولا ثلاثة سنين الدنيا تهرب بيك هذاك وفهمت تخدم اللي يخرج ينجح اون بليس لكن نجاح تقعد تعاود فيه لكن نجاح هذا صبري
نجاح انت تنجم تقيم تقول لي نجاح ولا مش نجاح. انا مانيش راضي برشا على اللي عملته يعني، كنت نجم نعمل مخير ياسر. كان عندك ما نعرفش، كان عندك اون باجيت ماجيك باش تبدل حاجات، شو تغير في الحاجات اللي عملته؟ عندك تحط بين روحك كي تغمض عينيك تقول عملت هكا وعملت هكا وعملت هكا وعملت هكا، الحاجه هذه الحمه ذي بيه ما عملتهاش مثلا. معناتها نتصور القرار نتاعك فما قطر فما القطره اللي فايدت الكيس. راني عملت منسيت وقفت وتلاقيت عملت حاجه اخرى وربحت برشا وقت في حياتي مثلا. اور موسيقى معناتها والله حابين انا باش نحكيو في بالي، قلت دي ديو في المستقبل مع فنانين في العالم، فنانين اخرين في تونس بخلاف اللي تعاملت معاهم، لكن لقينا ما انه ما نجمش نعمل دي ديو في الباتيسري مع دي والله بالحق والله فما نتصور انا فما برشا الجمهور اللي يحب صبري مصباح يسمع فينا تويكا راهو متفاجئ معناها، خاطر السهريات نتاعك يستناوهم صبري ويمشيوا لهم برشا. معناتها ديجا شفنا حمامات كومبلي، الناس كلها تفاعلت سورتو مع غنيت منسيت، الناس تغني معناتها في الغنيت الكل حافظينها ويستناو سهريتك بدقيقه ودرج. معناتها هذا نجاح صبري، باهي تخرج من الباب الكبير والعباد يحبوك ويستناوك خير من اللي تخرج بالعصا. علاش تصور انك باش تزيد تقدم باش توخر وتفسخ الكارير اللي عملته هذا الكل؟ لونفي ما عادش، كيف لونفي ما عادش، ما عادش نجم تعمل حاجه بها وما عادش تقدم حاجه بها للعباد. باش نسكر الموضوع على الاعتزال اون فوا بورتوت، لكن سؤالي معناتها قرار جاي من باك جراوند موسيقيه، باك جراوند فنيه، ولا باك جراوند شخصيه صبري؟ من الزوز. لوين مايل اكثر؟ شخصية أكثر. ما تديسو أنا من اللي عشت وهذا الكل اللي كنت نسمع بيه أنا قبل صغير وما في بالي كان أمبليفي وكان عمالي طلع اللي سمعته أنا حكاية فارغة قدرة في بحر. واضح به. دونك العيشة باش تتنقل لفرنسا باش تعمل فورماسيون باتيسري باش تلهي بالعائلة، وكان فما موزيكا باش تكون باش تكون موزيكا في الدار بين الاحباب والاصحاب من غير حتى بريسيون، وما نعملها وقت ما نحب وكيما نحب. باش نراو موزيكا على ديجيتال يعني؟ والله بالكش ما ابخي تو موزيكا حياتي. عملت كونسيبت الكوجينا انت معناها كها يتقابلوا، راهو موزيكا وكوجينا يتقابلوا. اي هو عمل كونسيبت الكوجينا معناها ما نسيت خرجت من الكوجينا. اي ما نسيت خرجت من الكوجينا، نقعدوا نعملوا موزيكا بالكش دخلت لكم هكا ساعات. تو فما شكون يسمع، نجم يكون فما شكون يسمع يقول لك هذيا معناتها حاجه نتاعكم باش نكومينيكي بها، معناها باش نمشي نعمل كوجينا دونك باش نعمل باتيسري او كوجينا. دونك والكونسيبت الاولاني اللي بدا به صبري كوجينا، معناتها نجم نربط شويه خيوط. نحب الكوجينا انا ملي سافرت نلقى روحي عندي مؤهلات باهي طيب القدا نطير طيران، علاش ليه؟ علاش ما فن زاد الكوجينا فن. بيان سور بيان سور، لكن الكونسيبت الاولاني نتاع صبري اللي عرفنا به كوجينا، معناتها كوجينا وجيتار ومنسيت في الكوجينا خرجت. بالكش بالتطيب زي تخرج حاجه ابن ما نعرفش معناها بهذا الكل نفهم. وزاد ما عادش نجمو نشوفوك في الحفلات الخاصه مثلا في لي ريستو والكل، ما عادش نشوفوك زاد في الحفلات الخاصه. كيف تجيب قدرك كيما يجي البراني نجي، اقل من البراني في بلادي ما نجيش. واضح به. صبري عاجين اوت في توزر، شو تقول جمهور توزر؟ نقول لهم اول مره باش نلعب في توزر سود، معناها انا ولد سود حاجه زاده سبيسيال يعني انا كنت نمشي نلعب في توزر اللي يلعبوا معايا نقول لهم شخصيا نشترهم من توزر معايا يجيو وشجعوهم. ولاد سلطانة عزيز بلهاني زاده من توزر، وان شاء الله نعملوا لهم حاجه بيه ان شاء الله يكونوا هما فرحانين، سورتو معناتها احنا نعملوا اللي علينا ما ان شاء الله هما فرحوهم. وكيف يخرجوا من الكونسير نحب نشوفهم كيما خرجوا من بنزرت لعبت كل فرحانه لعبت كل تضحك. انت قبيله قلت ممكن تكون من اخر سهرات في المهرجانات. لا مهرجانات كيفاش باش تكون اخر مهرجان ديك؟ برشا ايموسيون برشا ايموسيون معناها ابخي تو عندي برشا معناها في المهرجانات هذوما ماهي سهله الحكايه باش تكون فما برشا ايموسيون. نتصور ما هياك في الخمه فيها تو نحس اللي فما حاجه.
هو معناها انت كي قلت لي بكري على الاعتزال انا بدي معناها ما انت تقلقت حتى في الاسئله معناها ما عادش عارف الاسئله السؤال انا هو بنسال وانا هو بسال على روحك لا بالحق معناها ان شاء الله انتوكا حظ موفق السهره تكون ناجحه ان شاء الله معناتها تكون حسب معناتها ما قلت انت باش تكون اخر سهرية تكون سهره معناتها تكون في 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 قيمه في قيمه الاغاني الناجحه لصبري ان شاء الله احنا كنا نطلعوا سور سين راهو نعملوا اللي علينا واكثر ونعطيه 1000% يعني فما صاله فارغه صاله معبيه فما واحد فما 100000 يتفرج فيك ما يسوفي طلعت سور سين وكها وتستلبس وتعمل هذاك اللي عليك فهمت تلبس الحاجه ما تنجمش ما تنجمش تعمل الشوز ا موتي فهمت الناس اللي دايره بيك اكيد راهو الخبر اللي قلتونا تو راهو في بالها بيه ما انت شنو هي كانت رده الفعل نتاعهم انه ناس حق قالوك يا صبري لي زيد خمم شويه علاش راك معناها ناجح فنيا ما تنجمش تبعد كمل وواصل فما حاجه هكا فما دايوغ انا راني كنت باش نبطل من قبل ما نرجع الحمامات معناتها ولا باز لا فما لا حمامات لا فما بنزرت لا فما حتى شيء ما وقفت من وقتها ورجعت على خاطرهم هما خاطر قالوا لي مازال عندك ما تقول خذيت بخاطرهم متوفش نخوف خاطر روحي صبري مصباح نتمنى لك برشا توفيق في القدم وفي الفورماسيون وفي كل شيء نحب نخلي لك كلمة ختام شو تقول للناس اللي حافظة ما نسيت اللي حافظين برشا أغاني صبري مصباح شو تقول لهم فرحان برشا لأن وصلت عملت مسيب وصلت عملت سيد لسيد وصلت عملت مش مني نصوروا لي أغاني بشي يقعدوا في تاريخ الموسيقى التونسية فرحان برشا لي أغنية توينسا لحنا ومقاما وإيقاعا وضربت على لهجتي وعلى الكولتور متاعي وبعد ثابت ما ثابتش حكاية أخرى شكرا لك صبري مصباح فرحنا برشا اللي انت ضيفنا اليوم هكا نكونوا كملنا الميسيون متاعنا اليوم نشكركم ناس الكل مرسي بوكو للناس اللي تابعتنا حتى لتو مرسي بوكو سهيل مرسي ألفا ووليد كانوا معنا في الإخراج وسيفة ترابلسي في الإخراج الرقمي كوثر وإيا كانوا معنا في الستوندار احنا ملتقانا غدوة في مال الشمس الجديدة من ماضي ساعة للخمسة امتع العشية باي باي في أمان الله.